ستاب كيكون عيان شريف وكنتي انت في الدرب الحيف وكتقول ان اللي فوق جوج ونص هو اللي عنده حق الصرف وكيجيو كيجيو الناس في السلطه مترو سليم جوج مترو ونص لا لا باقي استنى جوج مترو ونص ها هو حاجه لا يعني انت ملي كيكون التروطوار اقل اقل ما عندكش الحق اقل ليش جوج مترو ونص قلنا الرئيس لا ما شفناش الا عندك جوج الفوقين عندك الحق في الصرف عندك الصرف دابا الا كان التروطوار اصلا مثلا عندنا في شويه علاش ولا علاش ما عندكش حق نهائيا ما عندكش الحق نهائيا عنده الحق علاش ما عندكش الحق لا اسمع بلاتي اعطيك حل كاين الحل كاين الحلول ديالك لا بلاتي انا هذيك الحل دابا عندي ميتا ونص ما عطيتش ميتا ونص خليها باساجير واخا يجيب جوج طوميطر كيوقفوا لي كاين ديك الطائفه هذاك ما فكرش فيها هذا سي نورس كيف كيف برو انا دابا حنا ما كنقلبوش شنو اللي واحد كاين اللي عنده ميتا ونص ما يقدرش يعيطوا غير بالقرار الجبائي شنو فيه ها هو نكمل انا عليك القرار الجبائي ها هو المساحه الرسوميه اسمع عندنا تعديل انا كنقلبوا على شنو حنا نقاش راسي الحق استاذ محمد الله يجزاك مشروبات سليمه سليمه مشروبات سي محمد لا واحد الحاجه اخرى مشروبات حمص الوطن مطلب وطن ما تقوليش كتغاضى عليا في التصريحات معناها كتغاضى عليا في التصريحات ولكن فما فوق شنو غادير سي محمد شوف انا غادي نتقدم معاك غادي تقول لي جيب لي الطبيه الشريف شوف الله يرحمك ولا ما تخلصش منه شوف ولي غنجيب الطبيه غير الهضره شوف بالنسبه لي بالنسبه لي كل الاخوان انا ما كرهتكمش مع الاخوان كاملين تحتهم على جوي عندي الواجبات ديالهم ياك لان ملي كيكون انتظام في الاداء كتكون العلاقه سلسه انتظام كتكون العلاقه سلسه مور داك الشيء اللي ما جاش يدير القرار ديالو عندي له اجراءات قانونيه ديالنا الاجراءات القانونيه دابا فيهاش الرجوع للوراء لان جربناها العام اللي داز درنا واحد الاجراء بسيط وكانت فيه تدخلات ديال الاخوان الجمعيه ومهنيين مجلس ودرنا نقاش هنايا وقلنا شنو نشوفوا الحل ولكن تعطات وعود على ان الاخوان غينتظموا شنو كتقلبوا على مصلحته باش ما يديرش ما كيديروش الاقرارات السنويه ما كيجيوش بالاستخلاص وبالتالي دابا غادي ندوزو لمرحله اخرى نرسلوا مراسلة أولى مراسلة ثانية من بعد الفرض ونديروا الاستخلاص الجبري نطلبنا الإخوان غادي الاستخلاص الجبري أنا غادي نبشر الأخر لا نبشركم بالخير هو أن نديروا الاستخلاص الجبري اللي ما جاش يخلص مرة ما كنظنش يا أخي العسل أنت تبغي شي واحد أنت كتخلص واحد أخر ما تيخلصش كاع وما ندخلش أنا وما كنظنش هاد الإخوان الإعلاميين اللي رافعين مشعل الدفاع عن الصالح العام نديروا خلل في الاستخلاص شي كيخلص شي ما يخلصش ما عندها حتى معنى والثاني حنا ما كنهضروش على العالم انا كنهضر شوف هو بحال اللي واحد النهار كنهضروا حنا كنقولوا واش الدرك غير اللي ملتزم لا اللي ملتزم كتولي علاقه سلسه هذا قلت الاخوان دابا نتاكد على انهم كيعرفوا الغرامات الجزاء الاقرارات هذوك حيت كيجيو ديما الاداره عارفين السيركوي ديالي ولكن كاين اللي ما جاش لكن واحد النقطه سي كواسا لكن واحد النقطه هذا بنفس حنا دورنا العريس كامل انا قلت بس السياق ديال الموضوع واحد النقطه لا السياق ديال الموضوع واحد النقطه كان نموذج ناخذ كمثال كاين مستحقات الجماعه على سوق ديال مثلا بلاك كبير ولكن الا مشينا نشوفوا كرونولوجيا الاحداث كتوقع على انه سوق سته في واحد المرحله معينه علاش واحد 12 سنه ديال الفوضى 12 سنه ديال التفرج لدرجه انه وصلت السوق من اصل 47 محل واحد 5 ولا 7 محل كانوا محلولين ما تبقى كان يسدو شي مشى يسوق في طاكسي سي ولا كيخرج للبحر يعني واحد 12 سنه ديال الفوضى داك الناس كان صايب تراكمات عليهم انا غادي نسجل لا دابا شوف لا باش نمشي هاد الناس باش يمكن انهم يرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم فما يمكنش ما بين عشيه وضحاها 12 سنه ولا 11 سنه ديال الفوضى في المدينه الناس ما بعرفش نشرات ما بقى كيصير عند واحد المحل حنا الحمد لله المدينه منظمه فعند فضل الجهود ديال رجال السلطه والسيد العامل والمبادره الوطنيه في احداث الاسواق النموذجيه شنو كيخلصوا هذا الشيء؟ الامور هذا بالنسبه للبلدية شنو كيخلصوا؟ لا غير واحد القضيه هاد الناس هادو ما يمكنش حنا خصنا نعطيهم وقت يعني حتى داك مول المحل مول القهوه ولا كذا ممكن تكون عليك راه ديال الاخ سمير الاخ سمير كيدخل كيدخل على الكليه بحكم حنا خرجنا واحد المجموعه تقريبا ما يناهز نقول لك واحد 700 ولا اكثر ديال الاشعارات ولا اكثر من 1000 وشي حاجه الاشعار الاكليه منهم هذا السوق ديال سوق سته واللي هو سوق فيه مستحقات باقي استخلاصه كثيره كبيره
المسجد سوق سلسله الناس اللي تما لا على اول اذا كان كباش صاله الفوضى في المدينه لا في حاجه كتشري من شي خزانه حتى انا كندور مقارنه ديال الاكريه يومين هذه قرابه الاكريه بوحده المسلوده انا شفت هنا غادي نوصل الاكريه انا كنكمل مع الاخوان فيما يخص ما يهم النشاط ديالهم ما يخص السيغريت الملك العمومي الملك العمومي بالنسبه للبيشان واضح البيشان كتخلص ها كيفاش كيدير السومه الكرائيه الشهريه مضروبه في 3 مضروبه في المساحه مضروبه ب 0.50% مزيان بالنسبه للاشهار الاشهار فيه السومه الكرائيه الشهريه مضروبه في 3 مضروبه في المساحه مضروبه ب 0.25 مزيان بانو اللي فيه 0.50 متر مربع يعني نص متر مربع هذاك عنده تعريف ديال 150 درهم اوريجين اذا كانت فيه 2 متر مثلا ان بانو بيبيسيتير ولا ديال لانديكاسيون فيه 2 متر اش كنديروا كنحسبوا 150 درهم باش تعرفوها فيكس 150 درهم كتبقى نص متر مثلا فيه 2 متر فيه متر كنزولوا 150 درهم ديال 0.5% والاخرى كنديروا فيها هذه المسطره ايه شحال غادي تجي غادي 150 غادي تزيد عليها 10 درهم ولا 5 درهم في الحقيقه انا كنقول الاخوان ملي يكونوا يديروا لي اشهار ولا شي حاجه يمشيو يديروا الرخص ديالو انا كنلاحظ المحلات كيديروا الباش كيديروا كلشي وكيقضيو كنصدقوا حنا كنجيو كنهبطوهم حيت بصح بالنسبه لي انا ما كاينش الباش عندك الرخصه ما عندكش هذاك اعتداء على الملك العمومي نتعلموا نديروا الرخص لا تكلفوا شيئا راه بسيطه كيكون عندك الصحه الحمد لله انا بصدد انا استعرض ما يوجد في القانون لا هذا يوجد في القانون لا الا كان القانون مشكل لا واش انا غنمشي واحد الاجحاف لا ملي يجي واحد الاجحاف هضر اه الا كان القانون غيأدي بيا نمشي للفايت انا وليت غير بيطالي يمكن شي شوف انا بالنسبه لي خليني غير نكمل نستعرض ونناقشوا ما هو موجود وحنا كنعرف بالنسبه هذا بالنسبه قلنا ميسميو هذا كندخلوا حنا في الرسم مثلا الاطناف والاشهار كنجيو للملك العمومي الملك العمومي هو الراسخ لا تيراس لا تيراس نستعرضها عليكم نقراها عليكم مباشره باش اللي تعم الفائده للجميع الملك العمومي عندنا في القرار الجدائي ها هي الشوارع عندنا تروا طريف عندنا الطريفه ب 50 درهم وعندنا الطريفه ب 35 درهم وعندنا الطريفه ب 30 درهم الطريفه ب 30 درهم كتهم المدينه القديمه اوكي حيت هي اصلا كانت عندنا 30 درهم في العريش كامل ياك ولات عندنا قلنا 30 درهم تبقى اسباب النزول ديالها هي 30 درهم بلاصه ديالها بالنسبه ل 50 درهم علاش 50 درهم دارت للحفاظ على الممرات الراجلي والسير السلس للناس داخل بعض القطاعات داخل قطاع داخل المدينه اللي كيعرفوا الاقتضاض ديال قبل ودكتو لان كيعرفوا الاقتضاض كاينه بلايص وسط المدينه عندها الاقتضاض والناس كتستغل الاخوان ديالنا يقولوا الصايف بنادم بزاف كيولي عاديه ماشي مشكل يتزاد الصاف ولا جوج ولكن كيضاف هذاك الصاف ولكن كيضايق نسبه اخرى ناس قريب من السكينه وراه كنسمعوا شاكين هاد السكينه المواطنين كيقولوا لا ما عندو فين يدوز ولا كاش صحيح دارت هاد 50 درهم باش تكون شويه قاصحه باش بنادم ما يعرفش شنو يفرش بنادم ما يعرفش شنو يفرش عندك 600 متر في الرخصه ديال الخيار 50 درهم راه حاجه اخرى حق 30 درهم لا تقدر انت دير انت 10 متر دير 30 درهم مزيانه العقيله درنا 50 درهم ما دوزش ديك 10 متر لان الزياره غادي نزيدو في الكره متر وكاين قطاعات باقي شوارع المدينه باش تعرفوا نعطيكم الشوارع ديال 50 درهم باش الاخوان يعرفوا كاين شارع الحسن الثاني كاين محمد الخامس كاين محمد عبد الله كاين شارع مولاي اسماعيل كاين طريق مزيد كاين عمر بن عبد العزيز كاين الزرقطوني شارع الزرقطوني كاين شارع ديال نزاره شارع الجيش الملكي
عبد الكريم الخطابي، ساحة الشهداء، ساحة مكة، ساحة السوق جنان فرانسيس، يعني جنان فرانسيس، السوق المركزي، ساحة ميناء وساحة التحرير. علاش كان لا هادو لي كروز افير سيد الرئيس واحد نسالي اذا سمحت عليك هادو لي كروز افير لي كروز افير لاحظتوها على انهم كانت مع دراسه ميدانيه وتشافوا انت علاش فين شي عجيت ملك شي جيم شي عجيت ملك عندي مساحه انت حتى تفوز دور باليطوس ياك ما يمكنش يستغل المكان العمومي تما على مستوى الراس ما يمكنش دابا كيخوا لي تما عارفينها ما يمكنش حيت الا خرجتي غير هذاك ديال شي حاجه تما توقف لان يعني في مترو 10 ولا مترو 70 مترو 70 مترو 70 مترو 70 كبيره ما مترو 70 لا ما وصلش لا لا المهم تما حيت يعني هو داك الشيء هذاك تما كيبقى كتبقى كتشوفوا غير مالين الزرع الا خرجوا شي حاجه راه كتبقى يعني الا شفتوا مثلا شارع الحسن الثاني شارع الحسن الثاني الشارع ديال الجيش الملكي كيف الجيش الملكي